يعني عمي مريض جوا وانت قاعدة عم تعشقي وتتمعشقي؟ كنت صوتك هلا بيسمع. والله اللي بشوفكم شلون كنتوا عم تطلعوا ببعض، بقول مو سألاني عن حدا بنوب بنوب. لك انا بعرف اني غلطانة، بس شو بعمل اذا الحظ هيك عاكسني؟ وقت اللي قرر ياسين يجي يطلبني هو واهله مرض ابي. طبري قلبي الهي، ان شاء الله بكره عمي بيتعافى وبفرح فيك وبياسين. دخيل قلبك، عقبالك انت كمان. امين. كيفكم؟ اهلين؟ شو؟ ليش ساكتين؟ غيرتوا الموضوع كأنه؟ لك لا ما في شيء. كيف صار عمي؟ منيح الحمد لله، منيح الحمد لله. تعي نرد تحت الطبخة، تعي. اي يلا امشي. يلا. عن اذنك. اذنك معك. مع السلامة. انبسطت بشوفتك كثير. وأنا كمان. بكره رح أجيب معي حكيم، بيقولوا عنه شاطر كثير، هذا درس باسطنبول. مشان يفحص عمي بشوات. يا رب، يا رب يكون الشفا على إيده. بدي منك تديري بالك على حالك وتديري بالك عليه، وأي شيء بتحتاجه لا توفروني بنوبة. ليش أنا مين إلي غيرك بعد رب العالمين؟ إذا اعتزت شيء أكيد رح أطلب منك. يلا إن شاء الله هيك، الله بيعافي أبوكي ويجمعنا بالحلال. آمين يا رب. مع السلامة. الله لا يخليني إذا بخليكم تشتوا. مرحبا فوزية. أهلا أبو سعيد. خير، طالعتيني من الشغل. أنت ما بدك مصاري؟ طبعا بدي لك. هدول المصاري إلك إذا بتساعدني باللي بدي إياه. لك أنا اللي بساعدك، أنت بتموني. لسا لنتفق بتاخر. قولي شو بدك؟ هالمرة القصة كبيرة وما بتتحمل أغلاط بنوب، بدك تكون مركز كتير منك. لك أنا معي وأنا رح ساعدك وأنا من صفك، شو بدك أحكي؟ بعرف، وأنا مشان هيك بلجأ لك دائما. إيه؟ القصة هي قولي شبنا فوزية، هي الشغلة بدها تحضير وتفكير. لا بدها لا تحضير ولا تفكير. أنا فهمتك شو رح تعمل، يلي بقي عليك إنك تجيب حدا توثق فيه خرج ينفذ. ماشي، اتركيني زبطها بمعرفتي. أبو سعيد القصة بكرة بدها تكون منتهية. أمرك أمرك، خلص ولا همك. شبك بس بدك تدير بالك كتير منيح، برجع بنبهك أي غلط بيروحنا. شو أول مرة بنشتغل مع بعضنا؟ نسيتي شغلة من شهر؟ ما في أحلم منها. شبنا. طيب طيب. ليكي لهون لو بتجي أنا شو بصير معي بيجي لعندك. أوعك تجي وتدق الباب وتطلبني. ها لك لا، شو شايفتيني أجدى؟ بزتلك بحصة على أرض الديار وبتطلعي لعندي أنت. ماشي ماشي، سلام. مع السلامة. أهلين أبو سعيد. أهلين فوزية، يلي بدنا يا رح يصير. عن جد عم تحكي؟ إيه، لقيت لك شاب قضايا وسكرتي، بس مشكلته بده مصاري سلف قد الشغلة. عطيه دول وقول له الباقي بيكملوا له بكره. ماشي، لا تنسي العلامة، البحصة بأرض الديار. ما رح أنسى شيء. سلام. الله معك. أولانية بس تخلص شغلك كمل لك الباقي. أيوة زيك مشي. الله معك. بكشي معلي. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. طولي بالك عمتي، طولي بالك، تعبت. يلا بسرعة هلا متأخر على ياسين، ناطرنا على الحنتور. ايه طولي بالك. ريتو يستملي البقجة واللي حامل البقجة. تقفشي قلبي، انا بحمل لك اياها. يخرب بيتك من حالك، امشي بطريقة تضرب انت واللي مربينك. لا 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 يا خالتي، لا
لك انا بعرف انك بتحبيني وتموتي فيني، وبعرف كمان انك انت زعلانه مني لانك كنت مشغول عنك صار لي فتره، بس انت بتعرفي اني انا بحبك كثير. كيف بعت لك حمى؟ شو كذاب ومفتري؟ لا هيك رح ازعلوا من بعض. ايه الله وكيلك، الله وكيلك. لومي ابوكي خلاني سافر مشان اجيب مصاري، مشان شو؟ مشان اتجوزي، عرفتي؟ مشان هيك سافرت من حبيبتك. نصرتيني انت بعرف ياسين. شو هاد اللي سمعتوه؟ ياسين والله والله مو هيك القصة. سامعك بعدين انت. كلام ماشي ماشي ماشي. الله يخليك يا بطاي. والله مو قاصد، والله مو قاصد. خلص خلص.